ده بقى أسد وزرافة. الزرافة طبعا زي ما انتم شايفين طويلة جدا بالنسبة للأسد، الزرافة طويلة بالنسبة للأسد، والأسد أهو أسد بيحاول ينط على الزرافة عشان يخنقها من رقبتها ومش عارف، هو عمالين يحاولوا ينطوا ومش معرفوش. في اللحظة دي بقى بصوا الزرافة شافت الأسد، أول ما شافت الأسد جاء حاولت تجري ضربت ابنها ومات.